وإذا صدقت مع الله وصرت جليس الله، إذا جالس البوس شو بصير؟ تعرق، ما هيك؟ إذا واحد قعد بمستودع بوز ونام بالمستودع فوق الواح، البوز بفت عرقان؟ ليش بردان؟ لأنه اللي بيجالس البوز ببوز. والله بيقول أنا جليس من ذكرني، الذاكر جليس الله. فإذا جالست بعقلك وقلبك وشعورك وفكرك وحبك، إيه بصير حشاش منين؟ لما بتقعد مع الحشاشة. في حشاش صار حشاش من غير ما صاحب الحشاشين؟ احكوا احكوا. في واحد شرب أرجيلة لما سيكارة من غير صاحبة الأرجلجية؟ في احكوا. إذا كمان تصيروا مسلمين، جالسوا أهل الذكر، أهل العلم، أهل الحكمة، مجالسة الظاهر والباطن، القلب والفكر والجسد، بالصدق والحب وتقدير الأمور. تعرف تصل للألماس لما بتعرف الألماس ومعدن الألماس وبتطلب الألماس. وقالوا آمنا به، عند الموت إذا ظهرت الحقائق يقولوا آمنا به. بالآخرة بجهنم لما المجرم إمتى بيآمن أنه صار مجرم؟ لما بيحطوا المشنى برقبته بينفعوا الإيمان. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، بدهم يتناولوا الإيمان وقد بعد الإيمان عنه، هذا ما ممكن. وقد كفروا به من قبل، لما كان ممكن الإيمان كانوا كافرين. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، كانوا بحق النبي، بحق القرآن، بالإسلام، بحق العلماء، بحق المرشدين، تكلموا أشكال ألوان وبجهل، مثل اللي عم يتكلم عن شيء بعيد عنه ما له شايفه، بيطلع كلامه حق لما باطل. وإذا أجى الموت قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كان يحب مرته ومحبوبته من الدنيا مين؟ الخانم. وين صفيت الخانم؟ بعد 4 أشهر و10 أيام صارت الحضان غيره، وصارت تبوسه مثل ما كانت تبوسه، خلي عاد يطق براس قلبه. والمزرعة وين صفيت؟ تقاسموها الورثة. والقصر والبنايات والأملاك توزعت راحت. وكان له آمال ومشتهيات ما تحققت، فحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. الأمم اللي قبلها كان ملوك وأغنياء وأذكياء وشطار وأبضائات وشجعان وأبطال، وين صفيهم؟ حيل بينهم وبين ما يشتهون. وأنت بكرة سيحال بينك وبين ما تشتهي.